هدي التليفون، هدي التليفون. شنو؟ ايش فيك يا نيش؟ ايش فيك؟ اسمك اخترعتي؟ لا انا ابي اصور شيء بس انت شو اسمه؟ داهية عني، وبعدين هذه صرخة في وجه الغلاء. ليه متى هالغلاء؟ ما خلصنا؟ ليش؟ في اغلى منك؟ في اغلى من الام؟ انت ايه؟ ماكو اغلى منك يا يمه. قول بتينني، قول. يلا بروبا ريوق العيد. شنو؟ اوكي يلا بروبا حق ريوق العيد. اوكي يلا، وابيك تكوني وين درعت العيد والبخور؟ هي بروبا ريوق العيد. اخو بروبا مو ضروري البس الحين الدرع. اوكي ريوق العيد. إزاي؟ لا تكفى ابي درعت. يلا عاد يلا. الله يخليك الله يخليك. يلا يلا كنا عيد، خذيني على قد عقلي. اوكي ماني ما اخذتك. الله يخليك الله يخليك. يلا يلا خذني على قد عقلي زي انا عايزانها. اقوم راح تسوي بدلت زين كذي الحين؟ لا وين بدلت العيد؟ او شنو بدلت العيد؟ زين حمد ربك انا بدلت. يلا عاد ابي درعت العيد. وين هي؟ زين الحين هاي مو بروبا عيد؟ اي بروبا نفس الدرعه. يلا 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 قعدي قعدي خلنا ندز لك العربانه. يلا حمساتك حيلة يا جعلة ألذ من طعمة. هذه منو؟ منو يعني؟ بكل حب حمسناها لكم، بكل لذاذة قدمناها بينيتكم، شكرا لكم بنا. يا جعلة ألذ من طعمة حيلة، هذا مشروع فيحان بعد قلبي، الله يوفقك يا رب. آمين. إلى الغالين ضاري وضحة، تحياتي فيحان الفيحان، الله يوفقك يا بعد عمري. فنشوف رقصة الأغنية. شي راح سويش أول يوم العيد، نذبح الخرفان وبعدين إيه للشبي مع الأغنية كذي. عرفتي؟ عشان ما تفاجأ. عشان في بروبا. عرفتي؟ الحلو بالموضوع شنو؟ إنه مو بس ريوق وحمايس وأشياء، مع كل بوت هذا أغنية حق شخص أنت تهدينه الريوق. عرفتي؟ حق العيد، حق في كذا مناسبة راح أقول لك إياهم بعد شوي. بس هو حق العيد الحين. أوكي خليني أوريكم شوي. حمساتك حيلة، وهني الإهداء بعد قلبي، ما قصرت فيحان. شوفي ترى عود. ها خنبطلهم خنبطلهم، خلينا نشوف اللي فيهم. شوفي الباكجينج روعة. هذا الفول. ايه يا سلام. وهذه حمسة بطاط بالخلطة الهندية. يا عيني الحين نقعد نبربس فيهم انا معاك. ايه هذه حلوم. هذه البيديان. حبيبك البيديان. هذه فتة بيديان. ايه وهذه زهرة. بعد احلى من كذي شنو ابي؟ شوفي الزيتون. اها وهذه خلطة اجبن. حلو هو يسويها طبعا مع الخبز. كيسين خبز. ايه ما شاء الله وايد وايد عجبني انا شكله صراحه وايد حلو. يلا يلا خلنا ناكل. يلا ناكل. حطيتهم شي بالصينية عشان ناكلهم. انتي تسمعين كلمات الاغنية حدها عجيبة. شفتي شفتي ربعي؟ شفتي ربعي وابداعاتهم ما شاء الله. شنو ربعك؟ حتى هو ربعي. لا ما يصير انتي يصير عندك ربع. ها؟ ايه. ايه ناطرتك عاد انا. ايه انا منو بيجيب لي العار بهالحياة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بقربي صحنك؟ سلام. شوفي 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 الفتة بس. جزاك الله خير. حياك الله الساعة المباركة. ايش فيك كذي؟ وين هذا مال العيد؟ ابي سوالف العيد. الا بس انا اشوف. اي كفو. ابي الحركة اللي علمتك اياها اللي هليكوبتر شعرك فيه. بالعيد هذه بروبة العيد. بالعيد بتقعدين لي كذي؟ ما عيد معاك. اشيل ريوقي واروح بيت عمتي. ايش اسوي؟ اوكي؟ ايش تبين اسوي؟ ما بيك ضيقت خلق. عيد هذا عيد ان شاء الله. عيد تبي نرده؟ مو الحين لما نصك الكاميرا. هذا هو زين ما يخالف. الله بنت الكرم والعز بنت السلاطيني. نعم وش اللون قلبه بنت السلاطيني؟ بس اسوي كذي استكري بنت سلطان بروناي. سلم قلبه.
هذه البطاط الهندية شوي مع المتاي والأشياء. عاد احنا بعيد صدق نبي حمايس بس وبحط لك عشان بحط لك من كل الاشياء اللي موجوده وخلصنا. اوكي يلا يلا يا. يخرب بيتك على هالابداع، كل شيء لذيذ، كل شيء، كل اللي كليته لذيذ. ها ها شوفوا وضوحي، شوفوا وضوحي، لا لا شوفوا وضوحي، لا شوف 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 ها شوف والله لذيذ صدق صدق، وايد حلو، لا وايد حلو وايد حلو. تسلم ايدك فيحان، تسلم ايدك، الله يوفقك. أيوه آمين يا رب. فكرتك وايد حلوة، مشروعك وايد حلو، وانت مبدع دائما، وحالك حال كل ربعي المبدعين. يعني انا ربعي كلهم كذي مبدعين، انا ما اصاحب وارافج الا المبدعين اللي مثلي، عرفتي؟ اللي مو نفسي عندهم ابداع انا ما رافجهم. الله يخليك. لازم يكونون يضيفوا لي. ما عليك فيحان، وفيحان وفيحان انت تضيف لي من ابداعك دائما حبيبي. تسلم ايدك، ما قصرت، يعطيك العافية، والله يوفقك بهالمشروع الحلو. ترى هذا ينوك الريوق غدا عشاء، مو شرط ريوق. إيه والله بأي وقت ممكن الواحد يطلبه. وحلوة فكرة الأغاني، ترى في وايد، خلنا أوريكم. شوفوا جنان شنو جابت لي. جنان حرام عليك، شو اللي جابت له ذي؟ ذي؟ إيه ذي. وي. هاو شنها؟ والله. حبيبتي ليش؟ حبيبتي هذا لأنها تحبني وتجيب لي. إيه مو هي ما شاف. متسدح هني عندي والسكر مشلل عندك. والله انا منو في سكري؟ شوفي انت لا تحطين الاشياء اللي فيش تقطينها تحطينها في لي. لا لا انت ما في. والله العظيم ايش حقك تفتح حقك؟ خلي حق العيد. حق العيد، حق العيد نطلب واحد ثاني بعدين، لازم نجرب طعمه. شلون تجرب طعمه؟ ايه ضوير صار لك 10 سنين تاكل فيه، 10 سنين الحين الشيء تغير بثواني. 10 سنين شنو؟ كورونا جات بيوم، عفستنا عفس بيوم. تونا عيد رمضان ما اكل منه انت. يمكن تغير. معمول العيد صار لنا سنين ما ناخذ الا منهم، البيت الفلسطيني وايد وايد لذيذ شغلهم. ريحة مي الزهر ما شاء الله وطعمهم. هذه الفتمة يوز. هذه يوز، هذه عجبتني وايد، هذه طبعا انا كنت مدمن عليها. وين الفستق؟ وين الفستق؟ اعطي الفستق، ابي الفستق، انا الفستق لذيذة. اي هذه يوز مو فستق. اي وين الفستق؟ هذا يوز، هذا يوز. بس شوفي شوفي ترفه ولذيذة، وايد وايد حلوة. يعطيكم العافية، وعيدكم مبارك. عيدنا مبكر احنا، ريوق العيد قبل شوي والحين معمول العيد. اي والله واليوم شفت جنان، عيد